بسم الله الرحمن الرحيم. لتكن اف الدالة التآلفية المعرفة كما يلي: اف ل اكس تساوي 1 على 2 اكس ناقص 1. احسب اف ل2 و اف لناقص 1، يعني احسب صورة 2 وصورة ناقص 1. لدينا الدالة اف ل اكس تساوي 1 على 2 اكس ناقص 1، وهي دالة تآلفية على شكل ا اكس زائد بي. ا هنا معامل التناسب، هو 1 على 2، و بي هو الارتب عند الاصل، هو ناقص 1. احسب اف ل2، اف ل2 تساوي 1 على 2 في 2 ناقص 1، تساوي 1 على 2 في 2 هي 1، ناقص 1 تساوي 0. احسب اف لناقص 1 أو صورة ناقص 1، هي 1 على 2 في ناقص 1 ناقص 1 تساوي 1 على 2 في ناقص 1، هي ناقص 1 على 2. ناقص 1 ناقص 2 على 2 تساوي ناقص 3 على 2. السؤال ب: أنشئ التمثيل المبياني للدالة إف في معلم متعامد ممنظم. أنشئ التمثيل المبياني للدالة إف في معلم متعامد ممنظم. إذا الدالة هي إف لإكس تساوي 1 على 2 إكس ناقص 1، إف لإكس تساوي 1 على 2 إكس ناقص 1. صورة 2 وجدنا 0، صورة 2 وجدنا 0، وصورة 0 1 على 2 في 0 ناقص 1، يعني 0 ناقص 1 يعني ناقص 1، صورة 0 هي ناقص 1. إذن مبيان هذه الدالة يمر من النقطة ذات نقطة نسميها أ ذات الأفصول 2 والأرتب 0، ومن النقطة مثلا ب ذات أفصول 0 والأرتب ناقص 1. إذن صورة 2 0 وصورة 0 ناقص 1، ونرسم المبيان ونسميه دلتا. صورة 2 0 وصورة 0 ناقص 1، يكفي نقطتين لرسم هذا المبيان. وكما ترون هنا ناقص 1 هو الأرتوب عند الأصل. سؤال جيم: حدد العدد الذي صورته 2 بالدالة إف. إذا ليكن العدد الحقيقي إكس الذي صورته 2، هذا يعني أن إف لإكس يساوي 2. حدد العدد الذي صورته 2 بالدالة إف، ونحل هذه المعادلة. إف لإكس قلنا هي 1 على 2 إكس ناقص 1، إذن إف لإكس هي 1 على 2 إكس ناقص 1 تساوي 2، يعني 1 على 2 إكس تساوي 2، وأخذ 1 إلى الطرف الآخر، يعني 1 على 2 إكس تساوي 3. 1 على 2 إكس تساوي 3، أضرب هنا في 2 يبقى لدي إكس، 2 في 1 على 2 في إكس هي إكس، أضرب في الطرف الآخر أيضا أضرب في 2. إذن العدد الذي صورته 2 بالدالة إف هو إكس يساوي 6، هو إكس يساوي 6. وأتحقق لدينا إف لإكس تساوي 1 على 2 إكس ناقص 1، أتحقق أن صورة 6 هي 2، 1 على 2 في 6 ناقص 1 تساوي 1 على 2 في 6 هو 3 ناقص 1 يساوي 2. ونمر إلى السؤال الموالي: يمثل الشكل أسفله مستقيما دي وهو مبيان لدالة خطية جي في معلم متعامد ممنظم أو إيش. لدينا هنا هذا المستقيم دي يمر من أصل المعلم، يمر من هنا من أصل المعلم صفر صفر، يعني أنه يمثل دالة خطية. حدد صورة صفر، جي لصفر.
انطلاقا من الميديان والدالة كما جاء في معطيات الدالة الخطية، فجي لصفر تساوي صفر من الميديان صورة صفر هي صفر، كما أن الدالة الخطية دلتا أو دي دي يمر من أصل المعلم. إذا جي لصفر تساوي صفر. صورة ناقص واحد انطلاقا من الميديان صورة ناقص واحد هي اثنان. صورة ناقص واحد هي اثنان. جي لناقص واحد تساوي اثنان. ودائما في الدالة الخطية صورة صفر هي صفر. هذا السؤال ألف. الآن السؤال باء، حدد العدد الذي صورته أربعة بالدالة جي انطلاقا من الميديان صورته أربعة. من هو صورته أربعة؟ هو ناقص اثنان. ميدانيا العدد الذي صورته أربعة بالدالة جي هو العدد ناقص اثنان. ميدانيا هنا العدد الذي صورته أربعة بالدالة جي هو العدد ناقص اثنان، أي لدينا صورة ناقص اثنان تساوي أربعة. صورة ناقص اثنان أربعة. حدد معامل الدالة جي. بما أن الدالة جي دالة خطية فهي تكتب على الشكل التالي، جي دالة خطية تكتب على شكل جي لإكس تساوي أإكس لكل عدد حقيقي إكس. وهذا العدد أ عدد غير منعدم يسمى معامل الدالة جي. ميديانيا قبل قليل قلنا أن صورة ناقص واحد هي اثنان، جي هي ناقص واحد تساوي اثنان. إذا صورة ناقص واحد بهذه الدالة الخطية جي هي اثنان. فمعامل التناسب هو يحسب بالعلاقة التالية، صورة ناقص واحد على ناقص واحد، يعني أن أ يساوي صورة ناقص واحد هي اثنان على ناقص واحد، يعني أن أ يساوي ناقص اثنان. فمعامل هذه الدالة الخطية جي هو ناقص اثنان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.